دكتور مجدي، السلام عليكم. ربنا يخليك يا استاذ عبد الناصر، تحياتي وتقديري للكابتن الخلوق المحترم حبيبي يا فنان يا كبير. يا ابو كباتن الله يخليك، يا عظيم يا حبيبي، كل حاجه حلوه. الله يخليك يا مجدي باشا، ربنا يخليك يا كابتن. الله يخليك، وحشني كتير والله. وحشني اجنبي اجنبي ولا مصري؟ مع احترامي لكل الاراء طبعا، الكابتن حلمي على عيني وعلى دماغي وعلى راسي. انا مع المدرب دلوقتي، مع المدرب الوطني، لان المدرب الوطني هو اللي عارف كل امكانيات اللعيبه دلوقتي. احنا عايزين نغير فكر اللعيبه، لان الفكر بتاع كوبر مأثر على اللعيبه دلوقتي اللي هي بتاعه المنتخب. انت مش هتاخد مش اقل من 10 لعيبه في المنتخب اللي كان موجود في كاس العالم. احنا كنا بنلعب بطريقه غريبه شويه علينا في الكره المصريه، لا ضغط ولا ضغط عالي ولا ضغط اساسا، وبنلعب بيقول لك دفاع. انا ما شفتش دفاع حتى، يعني احنا اتغلبنا 3 ماتشات، لا نستحق ان احنا نتغلب ال3 ماتشات. يعني انا رايي الشخصي طبعا، احنا عندنا عشوائيه طبعا في الاختيارات، ما فيش معايير زي ما الكابتن حلمي كان بيتكلم. خلينا نتفق ان ما فيش حاجه من غير علم. انا مع الكابتن حلمي في كل المجالات، مش مجال الرياضه بس. العلم اهم شيء، والدراسات والابحاث، وتعمل احصائيات وايه اللي ليك وايه اللي عليك، وتعمل تخطيط للكره المصريه. انت لازم الكابتن محمود سعد هو المنوط بهذا الملف، ان هو تطوير الكره المصريه. استاذ مجدي، تشكلوا لجنه رباعيه ما فيهاش المدير الفني للاتحاد. انت عمرك شفت حاجه بعجابه اكتر من كده؟ احنا اتفقنا ان في عشوائيه في الاختيارات. طبعا احنا متفقين ان في عشوائيه في الاختيارات، وفي ما فيش معايير زي ما الكابتن حلمي قال 1 2 3. نحط معايير. انت ما بتختارش بمعايير، تمام؟ انت حضرتك اخترت مدرب يعني بيقال ان هو في عنده تلاعب، او ما ثبتش ان هو عليه تلاعب في المباريات، واليابان استبعدته. انا اجيبه ليه؟ تمام؟ ده نمره واحد، وده الاساس. حد عنده يعني في شكوك في مدرب، انا استبعده مباشره طالما في شبهه. العيار ما وصلتش بيده زي ما بيقولوا، والاشاعه اكيد فيها جزء من الحقيقه. هو اليابانيين يا استاذ مجدي طلعوا بيان، قال لك بعد العديد من التقارير الصحفيه خوفا على اسم اليابان. ما قالوش انه ثبت ادانته. ما هو طالما في شبهه يبقى نستبعد. طالما في شك خلاص. طبعا طالما في شك خلاص يبقى نستبعد هذا الرجل. لكن احنا مشكلتنا دلوقتي ان اتحاد الكوره خايف يجيب حد صوته عالي وما بيخافش، وهيقول وهيطلب طلبات محدده. ولو حصل حاجه زي ما قال الكابتن خالد بيومي، ان هو هيحصل صدام بينه وبين اتحاد الكوره، تمام، هتبقى فيها مشكله قويه جدا. ولكن خلينا نشوف بس السي في بتاع الكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن لما مسك انديه مصريه، كان ماسك الزمالك، كان الزمالك مهدد على فكره ان هو ينزل درجه ثانيه، وده من اكبر انديه مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا. وصله من المركز ال 13، ان هو وصله ان هو ينافس على الدوري، وكان هياخد الدوري من الاهلي، وخد الاهلي خد الدوري بفرق 3 بونت ساعتها. كابتن حسام حسن مسك كام نادي هنا، وكان ماسك المنتخب الاردن، ووصل بيه للملحق اللي هو كان هيوصل لكاس العالم، تمام. انا مش دفاعا عن الكابتن حسام حسن والله، بس هو ده اللي عنده الروح دلوقتي، وعنده الروح القتاليه، وهيبث في اللعيبه الروح القتاليه. احنا بنشوف النادي المصري بيضغط من اول دقيقه لحد اخر دقيقه في الماتش، وما بيسيبش، يعني عايز يكسب في كل ماتش. وطبعا ما فيش حد بيكسب كل ماتش، لكن ده اللي احنا بنشوفه من الكابتن حسام حسن، تمام. على الكابتن حسام حسن بقاله 3 سنين بيطلع الثالث على الدوري. المصري كان مهدد بالهبوط، بيعمل كل سنه فرقه. المصري بيبيع كل سنه قد ايه. فهو ده دفاع، مش دفاعا والله قسما بالله، بس ده كلمه حق في الكابتن حسام حسن، تمام. بعيدا عن اي معايير او اي اختيارات، انا عايز حد قلبه على البلد. عايز حد، انا لما شفت كوبر كان منوط بيه ان هو ان هو يوصل امم افريقيا، ان هو يوصل كاس العالم على عيننا وعلى دماغنا. الكابتن اسامه نبيه قال ان احنا هنغير الخطه، وده مسجل على فكره، مش انا اللي بقول، ده مسجل على الشرايط، ان احنا هنغير الخطه في كاس العالم. انا ما شفتش اي تغيير. احنا كنا بنلعب ارمي الكوره واجري يا صلاح في كاس العالم، ارجع يلا، بس دي الخطه بتاعتكم. انا بتكلم بجد، صح؟ يعني
ده اللي انا شوف. بص احنا كلنا مصريين لما كنا بنتفرج انا عايز اتغلب وانا مستمتع بمنتخب مصر، لكن انا كنت بتغلب ومتحسر على منتخب مصر. تمام؟ يعني لازم الناس المسؤوله عن كره القدم يبقى في تخطيط زي المانيا كده ما عملت، يبقى في تخطيط من القاعده اللي هي الناشئين ان هو يعمل منتخبات. انت اطول المنتخبات خارج، لا اعمل يا عم منتخبات واعمل ماتشات وديه وطلع. انت عندك منتخب اولمبي لسه هيخش التصفيات، عندك المنتخب الاولمبي اللي هو فيه كان فيه منه النني واللي كان ماسكه هاني رمزي منه 10 12 لعيب كانوا في منتخب مصر. انا كنت اتمنى ان هاني يكمل كمان، ان هاني رمزي يكمل مع المنتخب. تمام؟ كان الكابتن ربيع ياسين كان عنده منتخب ودخل كاس العالم، زي ما الكابتن حسن شحاده كده طبعا المعلم الكبير يعني، وهو رئيس التدريب في مصر. ده بالنسبه لنا بعد الكابتن حسن شحاته يعني خد 3 كاس امم، كان واخد المنتخب اللي هو بتاع الشباب اللي راح بكاس العالم اللي كان فيه متعب وكان فيه حسني عبد ربه وكان فيه احمد فتحي وكان فيه عمرو زكي وكان فيه ناس كتيره جدا خدهم. وهو اللي عايز اقول للناس، بس عايز اقول للناس اللي بتبعت معجبه بكلامك جدا، ان الدكتور مجدي كامل او الفنان النجم مجدي كامل كان لاعب في المقاولين العرب، بس كان الناس ايه في المقاولين العرب يعني وده الشرف ليا طبعا، انا كنت لعيب كوره يعني لعيب كبير يا عم، ومعاه لعيب خماسي كمان جامد ومعاه ابنه بسم الله ما شاء الله احد الواعدين لعيب كويس كمان قوي عادل مجدي كامل لعيب كويس من الاهلي الزمالك للمقصة، لاعب كويس جدا 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 عادل، وربنا يكرمه ان شاء الله. يا كابتن والله لا والله لعيب كويس جدا، مجروحه انت عارف ان شتي مجروحه في ابني اساسا. انا لا 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 انا عارف هو اتدرب معايا، بس يعني الظروف ما استمرتش، عشان كده هو ما استمرش معايا. بس من غيرك يا كابتن ما كانش ينفع. يا رب خليك الله يخليك يا مجدي، ربنا يبارك لك يا كابتن. يا رب خليك. انا طولت. نعم حبيبي. لا شرفتنا. لا بينا تتنور. لا لكن والله يا كابتن المساله دلوقتي مش بالمعايير زي ما انت قلت كده حضرتك. دي حقيقه، احنا بنقول لو في معايير ما كناش اتكلمنا. مش بالمعايير. طالما مش بالمعايير يبقى انا عايز مدرب وطني هو اللي يقود منتخب مصر. انت دلوقتي بتتكلم في 4 و3 مليون ب 3 مليون دولار. شجع يا عم الصناعه المصريه، بلاش الدولار. انت محتاج العمله الصعبه. انت عمال تدور، انت بتجيب مدرب عشان تعمل تسويق، ولا شفت مدرب علشان يخطط. شفت الريس لما قال لك عايز حد يهابر عشان يرفع فيها ويطورها، هو حسام ده اللي هيهابر عشان يرفعها ويطورها. اسمع كلامي، انا بقول لحضرتك، المدرب الوطني دلوقتي هو اللي عارف لعيبه مصر كلها. المدرب الاجنبي اللي هيجي هو عارف المنتخب مصر اللي لعب في كاس العالم، مش هيعرف اللعيبه بتاعه الدوري. احنا عايزين حد يعرف اللعيبه، لان انت هتدخل، انت عندك لعيبه هتبطل كوره اساسا لما نوصل ان شاء الله باذن الله كاس العالم في 2020 اللي 2022 22 في قطر. فانت في نص المنتخب بتاعك هيبطل كوره، فانت محتاج تعمل احلال وتبديل في منتخب مصر. لازم تنزل بالسن كمان. السن احنا عندنا لما كنا في كاس العالم كان يعني متوسط الاعمار 28 سنه، ده كتير يا كابتن. مبابي بتاع 19 سنه بتاع فرنسا. انت لازم تنزل بمعدل السن. طبعا مع احترامي لكل لعيبه منتخب مصر على عيني وعلى دماغي، وناس محترمه جدا وناس ادت للبلد وودتنا كاس العالم، ده شيء جميل، لكن دي سنه الحياه، في احلال وتبديل. في ناس صغيره لازم تخش فيها يا كابتن. اتمنى يا كابتن حلمي ان انت تكون من احد مخططي الكره في مصر، لان انت راجل ذو علم وذو ذوق. يا استاذ مجدي، لما يكون عندك قيمه زي حسن شحاته، ولما يكون عندك في قطاع الناشئين قيمه زي علي خليل، ولما يكون عندك حلمي طولان والناس بتتفرج عليهم خايفين يعدوا من قدام الجبلايه يحسدوهم. في الناشئين في العالم الكابتن علي خليل من احسن 10 مدربين في العالم، ولا حد يكلمه من الاتحاد المصري يا بيه، ولا حد هيكلمه. يا كابتن احنا لا يكرم نبي في وطني. طبعا مش كده ولا ايه يا ابو الكباتن؟ يا طبعا احنا للاسف الشديد دايما بنخلص حق
اللي هي المجتهده. في اخواننا ناس عندها خبرات كتيره جدا لازم هي اللي تقود الكره المصريه، لان هم المنصين بيهم ده، ان انت حضرتك تخطط للكره المصريه مش ل 2022، انت المفروض تخطط ل 30. حد بس والنبي يقول للكابتن هاني ابو ريده واللجنه الرباعيه ان حسام حسن عنده 52 سنه، يعني مش لازم يوصل 99 سنه عشان يبقى مدير فني منتخب مصر. المدرب عندنا اللي بقول لك المدرب الشاب وعنده 55 سنه. ايوه زيدان لما مسك ريال مدريد ما كانش عنده سي في. يا سلام عليك. ايوه كده، هو ده اللي انا بتكلم فيه. لما مسك ريال مدريد ما كانش عنده سي في، اشتغل مساعد وبعد كده مسك ريال مدريد. ده اكبر بس يا مجدي بيه. الكابتن حسن شحاته معطياته انه تعلق مع المقاولين وكسر. مين قال لك كده؟ لا حسن شحاته مطلع ثلاث فرق من الدرجه الثانيه قبل ما يمسك المقاولين، ومسك المقاولين طلعهم وخد كاس مصر بيهم. طب ما نبقى طلعت ما هي المعطيات دي. يا مجدي بيه الا في اكسبشنز، واخد بالك؟ في استثناءات طبعاً. في كل مجال في استثناءات، واخد بال حضرتك؟ لكن ما بيبقاش على وجه العموم. صح. يعني واحد زي زيدان هقول لحضرتك على حاجه. اي حد بيمسك النادي الاهلي بياخد بطوله، اي حد، اي مدرب مسك النادي الاهلي بياخد بطوله. الفرق عشان في نظام وفي احتراف وفي سيستم، الفرق هي اللي بتكسب، الانديه هي اللي بتكسب. ريال مدريد بيجيب افضل لعيبه على مستوى العالم، بيجيب منتخبات، بيشوف منتخبات العالم وبيختار منهم اللعيبه بتاعته. فوضع طبيعي. برشلونه يا كابتن بقالها 10 سنين بتلعب بالتيكي تاك. ايوه مش كده يا كابتن؟ ماشي. ده سيستم، اللعيب بيخش جوه المنظومه. ايوه. فالمدرب برضه بيدخل حتى لو كان صغير بينجح. تمام. عشان في تيم. في النهايه يا استاذ مجدي نتفق مع الكابتن. انا طولت جدا والله. لا نتفق. ده احنا سعداء. نتفق انا وانت مع الكابتن حلمي في شيء مهم قاله في الحلقه. ان طبعا. المعايير غابت فكثر الاجتهاد. بس لو عندنا اجتهاد محترم بمعايير ما كناش اتكلمنا. طبعا ده كلام مظبوط. اتفقنا مفيش معايير، طالما مفيش معايير يبقى المدرب وطن. يبقى اختار بقى. شكرا. هات اي حد. شكرا نجمنا الكبير الفنان مجدي. نسمع صوتك يا مجدي بيه. شكرا جزيلا، وتحياتنا للنجمه مدام مها، تحياتي ليها تحيه كبيره جدا. طيب اخدكم كده استراحه بعد الاشتباكات دي مع الكابتن حلمي. انا اشتباكات ليه يا عم؟ انت عملت لي اشتباكات ليه؟ لا انا راجل. اشتباكات حواريه. ايوه. بعد هذه الاشتباكات الحواريه محتاجين فنجان شاي انا والكابتن حلمي. وكالعاده الكابتن حلمي حلقاته دائما كلها متعه وكلها رساله. بعد الفاصل نتواصل انفراد خاص، ماذا دار بين شيكابالا ورئيس نادي الزمالك في الغرف المغلقة؟